حوالي 47,600 مشروع استثمار بقيمة 94 مليار دولار سجلتها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2012. مشاريع من شأنها توفير أزيد من 755 ألف منصب شغل جديد. وقد بلغت الاستثمارات المحلية نسبة 99.1%. أما الاستثمار الأجنبي فقد قدر ب 423 مشروعا بقيمة فاقت ملياري دينار جزائري، ووفر أكثر من 91 ألف منصب شغل. مؤشرات كشفت أيضا أن قطاع النقل حظي بحصة الأسد بنسبة تزيد عن 56%، ما يعادل أكثر من 26 ألف مشروع، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية والري بأزيد من 19%. ليأتي قطاع الصناعة، الخدمات، ثم السياحة، الصحة، فالاتصالات السلكية واللاسلكية. ومن حيث القيمة سجل قطاع الصناعة أكبر حصة من الاستثمارات بأكثر من 42%، كما وفر القطاع نفسه أكبر عدد من مناصب الشغل خلال العشرية المذكورة، حيث سمح بخلق أكثر من 220 ألف منصب عمل، متبوعا بقطاع البناء الأشغال العمومية والري بأزيد من 15%، بتوفير أكثر من 188 ألف منصب شغل. في حين أولى الاستثمار الأجنبي الأهمية إلى القطاع نفسه، أي قطاع الصناعة، بنسبة فاقت 56% ب 239 مشروع. ومن حيث طبيعة ملكية المؤسسات، فقد كشفت الوكالة أن أكثر من 98% من تلك المشاريع هي للخواص، وهذا تطبيقا للاستراتيجية الخاصة بتشجيع الاستثمار والشراكة.